أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 من يونيو المقبل. وقال التلفزيون الرسمي أنه تمت الموافقة على موعد الانتخابات خلال اجتماع لرؤساء السلطة القضائية والحكومة والبرلمان، مضيفا أنه بموجب الاتفاق المبدئي لمجلس صيانة الدستور تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية 14 في 28 من يونيو لاختيار خليفة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.